الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، أبواب الأدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى سنة الترمذي، أبواب الأدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه المصنف بسندي عن نافع بن عمر، عن نافع مولى بن عمر وأدبة الناس بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب عبد الله بن عمر من عبد الله أربعة من السبعة المكثرة عن النبي الأمين، صحابي ابن صحابي وهو أثري. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. الحديث ضعفه كثير من العلماء، لكن ما أدري حسنه الترمذي هنا وقال حسن صحيح. الحديث فيه علي بن صالح الزنجي وهو ضعيف مجهول عند بعض العلماء. في قول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، التعبيد لله جل في علاه، لأن القرآن جاء بذلك. ولما قام عبد الله يدعو، وأيضا قال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فالتعبيد لله جل في علاه جاء به القرآن. التعبيد الذي جاء لله جل في علاه جاء به القرآن، وإضافة التعبيد لغير الله جل في علاه شرك ما يجوز بحال من الأحوال ولا يرتضى بها، وتغييره واجب. كل من عبد غير الله جل وعلا فتغييره واجب. طبعا ابن حزم قال إلا عبد المطلب، ويستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم رشقوا بالنبال وفروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فقالوا: إذن هو أقر، وسلم يقول بذلك أقر. فإذا قال التعبيد لغير الله حرام، لا يجوز للنهي عن ذلك إلا إذا قال عبد المطلب. وهذا خطأ مبين من ابن حزم، ورد عليه بذلك أن النبي لما قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لم يقل ذلك إقرارا، قال ذلك إخبارا. ويغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في الإنشاء. هذه قاعدة مهمة جدا، يغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في الإنشاء. فقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وأحب الأسماء إلى الله تعالى ما عبد الله جل في علاه، لما؟ لأن كما قلنا القرآن ناطق بذلك. تشريف المكلف بالعبودية هو أشرف ما يرتقي إليه المكلف. الأمر الثاني، وقال عبد الله وعبد الرحمن من أجل تشريفهم بالعبودية، لأنها من أرقى المنازل، وقد شرف النبي صلى الله عليه وسلم الله بالعبودية للنبي بإضافته بالعبودية له في غير ما موضع. فقد شرفه بالعبودية عند المعجزة عند الإسراء، وشرفه بالعبودية عند الدعوة إليه. قال: ولما قام عبد الله في الدعوة إلى الله، ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال أيضا في التعجيز والتحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. وأيضا قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. لذلك كان من أفضل الأسماء هو أن يعبد المرء لله جل وعلا، ففيه تشريف لهذا المسمى بهذا الاسم العظيم. نعم، ولكن الحديث فيه كلام، لكن كما قلنا القرآن لم يذكر التعبيد إلا له سبحانه وتعالى. وتعلمون التعبيد لغير الله جل وعلا شرك، كالذين يعني الرافض الخبثاء يعبدون الحسين ولغيره. الفوائد المستنبطة: إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، الفأل بالأسماء، قال وأصدقها الفأل، يا رابح يا ناجح، الفأل بالأسماء، لأنه قال أحب الأسماء ما عبد عبد الله بن الرحمن. التمثيل ليس على الحصر والقصر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.